محمد بن سهاد. ابني كان راجع وهو صغير عنده سنه ونص، وعملنا عمليه ميه بيضاء وعملنا زرع عدسه في القاهره، وكنا متابعين مع الدكتوره غاده في القاهره. وبعد كده لما هي جت المنيا، طبعا انا من سوهاج في المنيا اقرب ليا، فالحمد لله ربنا اراد وعملنا عمليه الحول بفضل الله، والحمد لله احنا احسن من الاول كتير دلوقتي، وبنتابع معاها في المنيا كل 6 شهور الحمد لله، والحاله في تقدم. ويعني اي حد لو يعني عنده الحول، سواء طفل صغير او حد كبير، فدي عمليه سهله جدا وبسيطه جدا، زي ما احنا يعني انا عملتها لابني وشفت ان هي يعني حاجه سهله ميسره باذن الله عز وجل. فهو يتوكل على الله، بس اهم حاجه واهم شيء ان هو برضه يعني يختار دكتور يكون كويس. يعني انا شهاده لله، مش عشان الدكتوره يعني انا موجود عندها وكده، لكن الحمد لله الدكتوره غاده من احسن يعني اطباء العيون اللي الواحد يتعامل معاهم. انا ليا حوالي 3 سنين ونص من عندي في ابني، يعني سواء في مصر او رحت اسيوط او سوهاج. واجمل حاجه عجبتني في الدكتوره غاده يعني، او في ممكن في دكاتره تاني، بس انا عشان انا اتعاملت مع الدكتوره غاده، اللي هي ان الحاله النفسيه، ان هي بتراعي الحاله النفسيه للمريض والاهل المريض. حتى لو في اي تعب في العين، او في اي حاجه مثلا متاخره في العين، ما بتقولهاش كده، لا يعني بتتكلم في الاول، بتحمد ربنا على الحاله اللي احنا وصلنا لها، او الحاله يعني بتريح المريض واهل المريض. دي اهم من العلاج، دي يعني نص العلاج، ان هي بتراعي الحاله النفسيه. يعني اللهم لك الحمد للمريض، فبتحاول ان هي تطمن المريض وتراعي الحاله النفسيه بتاعته. دي من امانه يعني، دي من افضل يعني الصفات اللي انا شفتها في الدكتوره غادي، غير ان هي دكتوره شاطره يعني الحمد لله، ربنا يا رب يكرمها ان شاء الله ويخليها دايما كده يعني محل ثقه للناس جميعا. وان شاء الله في تقدم باذن الله، ودايما ان شاء الله نتقابل برضه هنا باذن الله عز وجل في المنيا تاني ان شاء الله.